طيب بعد ما عرفنا كيف نعمل مشروع وكيف نفتح المشروع ده، نجي الليلة الدرس بتاع كاليندر أو تقويم. هنعمل تقويم بالنسبة لمشاريعنا أو تقويم داخل الشركة عشان نقدر نتعامل معاه. مثلا عدد الأيام تكون 6 أيام وعندنا إجازة يوم في الأسبوع مثلا، أو 5 أيام وإجازة يومين وهكذا. طيب التقويم بيتعامل كيف؟ بنجي هنا لقائمة انتربرايز، بنضغط وننزل تحت كاليندر، بتفتح معانا نافذة فيها مجموعة من الخيارات بالنسبة للتواريخ. طيب نفتح أي واحد، مثلا أكتر واحد شائع اللي هو ده 5 day work week. طيب نقوم نقول موديفاي ونشوف فيه وشنو. طيب بنجي نلقى هنا عندنا في 3 حاجات تحت، ستاندرد ونتورك وعندنا اكسبشن. طيب ستاندرد ده اليوم العادي بنكون شغالينه، يوم طبيعي. نتورك ده اليوم اللي احنا ما شغالينه، مثلا اوف في الاسبوع سواء كان جمعة او سبت او احد ايا كان. اكسبشن ده يوم مثلا انت عندك فوق زيادة ساعات او عندك فوق عدد ساعات اقل. طيب احنا وقت فتحنا جانا التقويم ده اللي هو جانا اجازة السبت والاحد. طيب احنا ما عايزين التقويم ده، عايزين نعمل تقويم حقنا. عشان نعمل تقويم خاص بينا بنقفل هنا ونجي هنا نقول اد، بعد كده بيقول لنا اختار تاريخ معين او تقويم معين وعدل عليه. طيب نختار نفسه ده الفايف دايز ده ونقول سلكت، بينزل معانا هنا بيقول اديه اسم. مثلا عايزين نعمله على المشروع بتاعنا حق الخرطوم ده، نجي نقول له كي اتش مثلا و بي او بيلدينج، خليه كده، ده التقويم بتاعنا، ونضغط في اي مكان. طيب بنجي نلقى التقويم بتاعنا هنا ونفتحه، نفس التقويم ذاته، خلينا نعمل عليه علامة صح. بعد ذاك نجي نقول له موديفاي، لو فتحناه بنلقاه هو نفس التاريخ الاول او نفس التقويم الاول. طيب عشان ان احنا نشيل الايام دي السبت والاحد ونخلي الجمعة فقط اجازة، نعمل كيف؟ مثلا عشان انا اشيل يوم معين بجي بعمل له كده، بضغط فيه وبقول له هنا اليوم ده يعني ورك او نت ورك، لانه اصلا هنا النت ورك معمول باللون الرمادي الغامق ده. فانا لو جيت قلت له هنا ورك بديني انه ده يوم عادي، يوم عمل عادي. طيب مثلا انا عايز اشيل ده كله اخليه مثلا يكون شغل، وده كله عايز يكون شغل، وامشي للبعده كده اقول له ده، وامشي للبعده واجي الجمعة هنا واقول له الكلام ده نتورك. طيب بالطريقة دي، هي الحاجة دي ما عملية عشان انا ابدأ اعدل اسبوع اسبوع او يوم يوم. لو بقى مشروعي طويل او زمنه طويل فوق 3 سنوات مثلا، ما حاجي اعدل في عدد الاسابيع بتاعت ال3 سنوات دي كلها. طيب عشان انا اعدل واحد واحد بعمل شنو؟ بقوم بضغط عندي تابتين هنا، في حاجة اسمها توتال وورك اورز بير داي، وعندنا حاجة اسمها ديتيل وورك اورز بير داي. طيب بضغط على ده اول عشان اعدل في التوتال بتاع ايام الاسبوع، وبجي هنا بقول له ورك ويك، بضغط بلقى عندي هنا الاثنين، بقول له فوق 8 ايام، وبقول له الثلاثة فيه 8 ايام، الاربع 8، الخميس 8، الجمعة بقول له 0 لأنه ما فيه شغل، بعد ذاك السبت 8، الأحد 8، وأقول له أوكي. لو جينا لاحظنا بنجي نلقى عندنا فقط هنا الجمعة إجازة وباقي الأيام كلها عمل. لو مشينا الأسبوع البعد والبعد 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 ورجعنا وهكذا، بنجي نلقى عندنا خلاص أصبح التقويم بتاعنا جمعة فقط إجازة. طيب بالنسبة للتابة الثانية المكتوبة عليها ديتيل دي،
دي بتديني تفاصيل اليوم. تفاصيل اليوم مثلا بجي بلقى هنا عندي الساعة 00 لحد الساعة 1 أو الساعة 00:59، بجي بلقى هنا عندي الساعة 1 لواحدة 59، الساعة 2 لاثنين 59 وهكذا. بجي بلقى هنا عندي اليوم العمل بيبدأ معاي من الساعة 8 لتمانية ونص، من 8:30 ل 8:59، بعد ذاك من 9 ل 10، من 10 ل 11، من 11 وهكذا. طيب فلنفترض انا في خلال اليوم عندي بريك ساعة مثلا من 12 ل 1. طيب لو جيت انا مثلا جيت لليوم ده قلت له يا اخي انا عندي هنا من 12 ل 1، وضغطت كنترول من لوحة المفاتيح وضغطت على الثاني وقلت له هنا عندي ده نتورك، عندي الساعة دي، قلت له عندي الساعة دي ما فيها شغل. طيب وجيت لليوم اللي بعده قلت له برضه هنا عندي الساعة دي نتورك، وجيت للأسبوع اللي بعده باجي بلقى الموضوع طويل. أنا عشان أعدل في الأيام بعد ما ضغطت هنا على الديتيل تورك اورز بير داي، باجي بضغط هنا على الورك ويك، بضغط بتنزل معايا تفاصيل الأيام. طيب بجي بقول له هنا عندي الأحد، بيختار هنا عندي من 12 لوحدة، وبقول له نتورك، وبجي هنا للثلاث بقول له نتورك، وبجي للأربع بقول له نتورك، وبجي للخميس بقول له نتورك. إذا جيت الجمعة هنا بلقاه أوريدي أصلا هي كل الساعات أول يوم كله ما فيه شغل، بجي بقول له السبت نتورك، وبجي بقول له الأحد نتورك. طيب وأقول له أوكي، وأجي هنا أقول أوكي. طيب كده أنا يعني عدلت في عملت تقويم خاص بالمشروع أو خاص بالشركة وعدلت فيه زي ما أنا عايز، بقى ده التقويم حقي اللي أنا حاشتغل بيه. طيب يبقى عندي في حاجة هنا في تابة اسمها ريسورسز، نحن لأنه لسه ما جينا لمرحلة الريسورسز فبفضل إنه دي نخليها لوقتها. بجي هنا عندي حاجة اسمها بروجكت. طيب البروجكت معناه مثلا عندي مشروع مفتوح، في الغالب هنا البوليت ده بيكون ما شغال في حال كنت انا قافل عندي المشاريع. مثلا جيت هنا قلت له كلوز اول وقلت له يس، كده المشاريع اللي عندي كلها قافلة ما في مشروع فاتح. لو جيت قلت هنا انتربرايز وقلت كاليندر، بجي بلقى هنا عندي الحتة دي ما نشطة، وقعت الفكرة الحتة دي ما نشطة. طيب عشان انشط الحتة دي اجي اقول له كده، اجي للمشروع اقول رايت كليك واقول له اوبن بروجكت. طيب فتح معايا المشروع ايا كان المشروع فاتح ولا كان في البروجكت ايا كان. طيب بجي هنا انتربرايز وبقول له كاليندرز، بجي هنا للكاليندر بتاعي، بجي بلقى البروجكت فعالة. طيب ان احنا عشان نضيف كاليندر بالنسبة للمشروع حقنا يكون عنده كاليندر او عنده تقويم حقه خاص، كيف بتتم الحركة دي؟ بجي بضغط عليه هنا وبضغط على كلمة اد. اول ما ضغطت اد بتفتح معايا النافذة دي فيها مجموعة من التقويمات او فيها مجموعة من الكاليندرز. بجي بختار التقويم المعين، انا ما عملت تقويم سميته كي اتش بيلدينج. طيب بجي بفتشه وين بلقاه هنا، بضغط عليه اما دبل كليك او اضغط عليه واقول له سلكت من هنا، كده بيكون نزل معاي. بعد ما ينزل هنا كمان برضه بديه اسم، هقول له مثلا ده اسمه اخليه بنفس الاسم مثلا كي اتش بيلدينج، اخليه بنفس الاسم واضغط بره. كده خلاص بيكون بقى عندي ده التقويم حق المشروع بتاعي. طيب بعد ما عملت التقويم اجي اقفل، كده خلاص بكون عندي تقويم انا شغال بيه. ف طيب نقوم نرجع تاني للحكاية بتاعت التقويم، في حاجات معينة نشوفها من هنا مثلا انتربرايز، اجي هنا للجلوبال اشوف التقويم هنا عندي مثلا ده اقول له موديفاي. طيب لو جيت ضغطت هنا بلقى عندي حاجة اسمها تايم بيريودز،
التايم بيريودز دي فهمها شنو؟ فهمها انه انت حتشتغل في اليوم كم ساعه. احنا مغربيين هنا قلنا عندنا 8 ساعات اللي هي من الساعه 8 لحد الساعه 4، وعندنا ساعه بريك، البريك داخل معانا جوا، هتبقى عندنا 8 ساعات. بعد كده الاسبوع فوقه كم يوم؟ الاسبوع فوقه 6 ايام، 6 في 8 مثلا ب 48. بعد كده تيجي تشوف هنا عندك الشهر فوقه كم يوم؟ مثلا الشهر قول فوقه 30 ناقص الأربعة حيكون 26 يوم، حتضربها في 8 بيديك عدد ساعات الشهر. بتجي السنة بتضرب عدد ساعات الشهر في 12 بيديك عدد ساعات السنة، وتقول أوكي.